بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة الأولى من مادة العقود المدنية، والتي نتحدث فيها بمشيئة الله تعالى عن عقد البيع. بمشيئة الله محاضرة اليوم هنتكلم فيها عن عقد البيع من خلال بيان مفهوم عقد البيع وأهميته وبيان أركان عقد البيع. أول شيء عندنا في محاضرة اليوم هو بيان تعريف العقد وأهمية عقد البيع. عقد البيع هو عبارة عن عقد بمقتضاه أو بموجبه يقوم شخص معين وهو البائع بنقل حقه. يبقى إذن عقد البيع هو عقد ناقل للملكية، عقد ناقل للملكية بيقوم فيه البائع بنقل حقه وهو ملكيته لشيء معين أو ملكيته على شيء معين إلى شخص آخر يسمى المشتري، وذلك في مقابل مال يدفعه المشتري إلى البائع. يبقى إذن عقد البيع من العقود الناقلة للملكية، يلتزم فيها البائع بنقل ملكية الشيء المبيع إلى المشتري، ويلتزم المشتري بنقل ملكية الثمن إلى البائع. ويمكن تعريف عقد البيع أيضا بأنه هو عبارة عن اتفاق بين البائع والمشتري، يلتزم بموجبه أحد المتعاقدين بأن يقوم بتسليم شيء معين، ويلتزم المتعاقد الآخر بأن يدفع الثمن لمقابل هذا الشيء أو في مقابل هذا الشيء. ويعد أو يعتبر عقد البيع من أهم العقود في المعاملات المالية، وذلك بسبب انتشاره في التعامل بين الناس، وبسبب كثرة تداوله في الحياة اليومية من أجل إشباع الحاجات البشرية. ولهذا السبب أو لتلك الأسباب يعد عقد البيع من أقدم العقود التي عرفتها المجتمعات. يعتبر عقد البيع من أقدم العقود اللي عرفتها الأفراد، ولم يسبق عقد البيع في الظهور إلا عقد المقايضة. وعقد المقايضة يعد صورة من صور البيع، ويعد مرحلة من مراحل تطور عقد البيع قبل أن يعرف الناس النقود أو قبل أن تظهر النقود. وبسبب هذه الأهمية الكبيرة حظى اهتمام القوانين المختلفة بعقد البيع، فاكتملت أحكامه في وقت مبكر وأصبح مصدر للكثير من العقود. يبقى إذن عقد البيع هو عقد ناقل للملكية، وعقد البيع يعد من أقدم العقود ومن أهم العقود في المعاملات المالية بسبب انتشاره الواسع بين الأفراد، وبسبب كثرة تداوله في الحياة اليومية. ولم يسبق عقد البيع في الظهور إلا عقد المقايضة. ويعتبر عقد المقايضة ده هو صورة أو مرحلة من مراحل تطور عقد البيع قبل أن يعرف الناس النقود، قبل أن يعرف الناس النقود. وعقد البيع ده بيتسم بعدة خصائص أو له خصائص معينة يتميز بها عن غيره من العقود. أبرز هذه الخصائص هو كونه عقد ناقل الملكية. عقد البيع ده من العقود التي تنقل الملكية، يتم نقل ملكية الشيء المبيع من البائع إلى المشتري، ويتم نقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع. يبقى هذا العقد بيتم فيه نقل ملكية الشيء المبيع ونقل ملكية الثمن من كلا الطرفين إلى الطرف الآخر بمجرد انعقاد العقد. أيضا هذا العقد يعد من العقود الرضائية، بيكفي لقيامه أو يكفي لانعقاده مجرد تراضي الأطراف على موضوعه. إذن هذا العقد من العقود الرضائية، ولا يشترط في انعقاده شكلا معينا، وإنما يكفي تراضي الطرفين المتعاقدين على عناصر هذا العقد، أي بمجرد ما أن يعبر كل من الطرفين عن إرادته تعبيرا صريحا،
وتعبيرا صحيحا مستوفيا شروطه ينعقد العقد، سواء كان هذا التعبير في صورة كتابة أو في صورة إشارة أو صدر شفاهة. يبقى إذن بمجرد ما أن يتوافر التراضي بين البائع والمشتري ينعقد هذا العقد. أيضا عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، كل من البائع والمشتري بيقع على عاتقه التزامات يكتسب حقوق. يبقى إذن عقد البيع ده من العقود التي تلزم الطرفين بالتزامات معينة، وأيضا بتعطي لكل من الطرفين حقوقا معينة. يبقى إذن البائع بيكون له حقوق وعليه واجبات، له حقوق في حصوله على الثمن وعليه واجبات في نقل ملكية الشيء المبيع أو تسليم الشيء المبيع، والمشتري له حقوق في أخذ الشيء المبيع وعليه واجب دفع الثمن. يبقى إذن هذا العقد من العقود الملزمة للجانبين، تلزم كل من البائع والمشتري، أو يعتبر البائع والمشتري دائنا ومدينا في نفس الوقت. أيضا عقد البيع من عقود المعاوضات، من عقود المعاوضات، وذلك حيث أن كل طرف من أطراف هذه العلاقة أو كل طرف من أطراف هذا العقد يتقاضى مقابلا لما يقوم بدفعه، يتقاضى مقابلا لما يقوم بدفعه، أو يأخذ مقابلا لما يقدمه للطرف الآخر. فالبائع في مقابل تسليمه للشيء المبيع بيتقاضى الثمن، والمشتري في مقابل دفعه للثمن بيحصل على الشيء المبيع. أيضا عقد البيع، أو من خصائص عقد البيع، أنه عقد محدد المدة أو محدد القيمة. يبقى إذن عقد البيع ده من العقود المحددة القيمة، وذلك لأن كل طرف من أطرافه يستطيع أن يعلم في لحظة إبرام عقد البيع أو بعد إبرام عقد البيع بفترة يسيرة مقدار ما يأخذه ومقدار ما سوف يقوم بتسليمه أو مقدار ما يعطيه. دي أبرز الخصائص التي يتميز بها عقد البيع. بعد ذلك ننتقل إلى أركان عقد البيع. عقد البيع كغيره من العقود لا بد أن يتوافر فيه مجموعة أركان، وهي الأركان الطبيعية التي لا بد من توافرها في جميع العقود، وهي الرضا والمحل والسبب. يبقى إذن هذا العقد كغيره من العقود الرضائية ينعقد بمجرد حصول التراضي بين البائع والمشتري، ولكن طبقا للقواعد العامة فلا بد من توافر الرضا والمحل والسبب. أول ركن من أركان عقد البيع هو ركن الرضا أو التراضي، ركن الرضا أو التراضي. هذا الرضا بيتحقق في عقد البيع بارتباط الإيجاب الذي يصدر من أحد المتعاقدين بالقبول الذي يصدر من الطرف الآخر أو المتعاقد الآخر، ولا بد أن يكون هذا الإيجاب أو هذا القبول متطابق لما صدر من إيجابه، فلا بد أن يتطابق القبول مع الإيجاب، ولا بد أن يكون هذا الإيجاب وهذا القبول صادر عن إرادة سليمة غير مشوبة بأي عيب من العيوب. يبقى إذن لا بد أن يصدر الرضا، أو لا بد من وجود التراضي، ولا بد من صحة هذا التراضي. يبقى لا بد من وجود التراضي بأن يصدر الرضا من كل من البائع والمشتري، أو يصدر الإيجاب والقبول، وأن يتطابق القبول مع الإيجاب، ولا بد أن يكون هذا التعبير عن الإرادة خاليا من أي عيب من عيوب الإرادة. يبقى إذن أول شيء وجود التراضي، يتفق وجود التراضي على مطابقة القبول للإيجاب. يبقى حتى ينعقد العقد صحيح وينتج آثاره لابد أن يكون القبول أو القبول مطابقا لما صدر من إيجاب. يبقى لابد أن يتفق القبول والإيجاب في المسائل الجوهرية التي تفاوض عليها الطرفان. طيب إيه هي المسائل الجوهرية؟ المسائل الجوهرية اللي هي طبيعة العقد، لابد أن يكون
أو لابد أن تتفق إرادة كل من البائع والمشتري على طبيعة هذا العقد، بمعنى أن تنصرف نية الطرفين إلى البيع. فلو أعطى أحد الأشخاص لآخر شيئا بنية بيعه وقبله الطرف الآخر على أساس أنه هبة أو بنية الهبة، ففي هذه الحالة لا ينعقد عقد البيع، لا ينعقد عقد البيع بسبب عدم توافق القبول أو عدم تطابق القبول مع الإيجاب. الطرف الأول أعطى الشيء بنية البيع، أما الطرف الآخر أخذه بنية الهبة، في هذه الحالة لا ينعقد عقد البيع. أيضا لابد من وجود التراضي على المبيع، لابد أن يتفق أو لابد أن تنصرف نية الطرفين إلى ذات الشيء، إلى ذات الشيء، ولذلك لا ينعقد عقد البيع لو قام أحد الأطراف أو قصد أحد الأطراف أو قصد البائع ببيع سيارته ذات اللون الأبيض أو ذات اللون الأحمر، وقصد المشتري شراء السيارة ذات اللون الأسود، ففي هذه الحالة اختلف أو لم يتطابق القبول مع الإيجاب، ففي هذه الحالة هناك اختلاف على شيء جوهري، على شيء جوهري في عقد البيع، ففي هذه الحالة لا ينعقد البيع. أيضا لابد من وجود التراضي على الثمن، بحيث يكون هناك اتفاق على مقدار أو على الثمن أو على الأسس التي يتم بموجبها تحديد الثمن. فلو انصرفت نية البائع إلى البيع بثمن معين، وانصرفت نية المشتري إلى أن يتم الشراء أو يتم البيع بمقدار أقل أو بسعر أقل، في هذه الحالة لا ينعقد العقد، لا ينعقد العقد. يبقى إذن لابد من وجود التراضي على طبيعة العقد وعلى الشيء المبيع وعلى الثمن الذي سوف يقوم بدفعه المشتري إلى البائع مقابل تسليم البائع للشيء المبيع، مقابل تسليم البائع للشيء المبيع. أيضا لابد من صحة التراضي. يشترط حتى ينعقد العقد ويرتب التزاماته أو يرتب آثاره على كل من البائع والمشتري أن يصدر هذا التراضي من كل طرف، أو لابد أن يصدر التراضي من أطراف العقد، أو لابد أن يصدر كل طرف، أو لابد من توافر كل طرف، أو أن يتوافر في كل طرف من أطراف العقد الأهلية القانونية اللازمة التي تمكنه من مباشرة التصرفات القانونية. ولا بد أن تكون هذه الإرادة صادرة، أو لا بد أن يكون هذا التعبير صادر عن إرادة خالية من العيوب. يبقى إذن في حالة وجود التراضي، يبقى يشترط وجود التراضي، ولا بد أن يكون هذا التراضي صادر عن إرادة خالية من أي عيب من العيوب. وطبعا بيكون الشخص كامل الأهلية، وبالتالي يعتد بإرادته عندما يبلغ سن الرشد وهو متمتعا بقواه العقلية وغير محجورا عليه، وإرادته تكون سالمة وصحيحة من العيوب إذا لم يتعرض للإكراه أو الغلط أو التغرير مع الغبن أو الغبن. بعد ذلك ننتقل إلى العنصر أو الركن الثاني من أركان عقد البيع، وهو المحل. والمقصود بالمحل هو عبارة عن الالتزام الذي يجب على المدين القيام به. يبقى كل من البائع والمشتري بينعقد العقد بينهم على شيء معين أو على محل معين. هذا المحل هو موضوع العقد. فمحل العقد إذن هو العملية القانونية التي اتفق الطرفان على تحقيقها. ففي عقد البيع مثلا، عندما يتم أو ينعقد العقد على عقار، إذن موضوع العقد أو محل العقد بيكون نقل ملكية هذا العقار إلى المشتري، وأن يقوم المشتري بنقل الثمن إلى البائع أو تسليم المبيع
تسليم الشيء المبيع ويقوم المشتري بتسليم الثمن. إذن الركن الثاني هو المحل أو موضوع العقد. ففي عقد البيع بيكون محل الشيء المبيع مثلا في العقارات هو تسليم أو نقل ملكية العقار إلى المشتري، ويقوم المشتري بتسليم الثمن إلى البائع. لكن لابد من توافر عدة شروط في المحل. أول شرط من الشروط التي يجب توافرها في محل عقد البيع وهو الوجود، وهو الوجود. يجب أن يكون محل الالتزام أو محل عقد البيع موجود وقت نشوء العقد، أو على الأقل قابل للوجود في المستقبل. يبقى لابد أن يكون محل عقد البيع موجود أو قابل للوجود في المستقبل، وذلك لأنه ليس في التشريعات الوضعية ما يحول دون ذلك. والشيء القابل للوجود في المستقبل هو الشيء غير الموجود في الحال، كعلى سبيل المثال بيع المحصولات المنتجة من الأرض، وكذلك بيع الوحدات السكنية التي تكون تحت الإنشاء. أيضا يشترط في المحل أن يكون معينا، فلا يكفي أن يكون محل الالتزام موجود أو قابل للوجود، بل لابد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين في المستقبل. والتعيين يختلف باختلاف نوع التعيين، هناك نوع أو هناك التعيين بالذات، وهناك نوع آخر من التعيين اللي هو التعيين بالنوع. يبقى في موضوع أو في مسألة التعيين، هناك التعيين بالذات عندما يكون الشيء معينا بالذات، فيجب تحديد ذاتية الشيء بحيث يمكن التمييز بينه وبين غيره من الأشياء. فإذا كان محل عقد البيع منزلا معينا، فيجب أن يذكر موقعه وحدوده ووصفه بحيث يكون معينا تعيين نافيا للجهالة، ويكون المشتري عالم بكل تفصيل أو تفاصيل الشيء المبيع. أما في حالة التعيين بالنوع أو التعيين بالمثل، يكون التعيين بذكر النوع. فلو كان عقد البيع ينصب على بيع مثلا قطن، فإذا لم تذكر درجته كانت الدرجة المعتمدة هي الدرجة المتوسطة. أيضا بيشترط في المحل أن يكون مشروع. يبقى يجب أن يكون محل عقد البيع شيئا مشروعا، وذلك لأنه لا يتصور أن يكون المحل، أو لا يتصور أن ينعقد عقد بيع صحيح على شيء مخالف للنظام العام أو الآداب العامة. ويقصد بشرط المشروعية على محل عقد البيع أيا كان، أي لابد أن يكون عقد البيع وارد، أو لابد أن يكون محل عقد البيع شيئا مشروعا أيا كان هذا البيع. فإذا كان عقد البيع واردا على شيء مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، كان هذا العقد باطلا، كان هذا العقد باطلا، حتى وإن كان يرتب آثاره، إلا أنه يكون باطل، وذلك بسبب كونه منصبا على شيء مخالفا للنظام والشرع. أيضا من أركان عقد البيع، أو الركن الثالث من أركان عقد البيع، وهو السبب. المقصود بالسبب هو الباعث أو الدافع إلى التعاقد، أي يقصد بالسبب الغرض الذي حمل المتعاقد على إبرام التعاقد، على إبرام عقد البيع. وطبعا السبب بيختلف من شخص إلى آخر، فقد يشتري المشتري السلعة من أجل استخدامها، من أجل أن يستخدمها في أموره الشخصية، وقد يشتريها من أجل إعادة بيعها وتحقيق الربح فيها. يبقى إذن هنا السبب يختلف من شخص إلى آخر، ويلزم لقيام عقد البيع وحتى يرتب عقد البيع آثاره، وأن يكون سبب هذا العقد مشروع، أي متفق مع نصوص القانون الآمرة ومع النظام العام والآداب العامة. ولا بد أن يكون، وإذا كان السبب غير مشروع كان العقد باطلا بطلانا مطلقا. يبقى إذن أركان العقد 3 أركان: الرضا والمحل
والسبب. بكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع ونترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.